جديدة واحد من الناس اسمه عبد الرحمن. اسمه عبد الرحمن. من صغره هو بيحب يدخل السعادة والبهجة على قلوب الأطفال المصابين بالسرطان. بيعمل ايه؟ بيروح يزورهم مع مجموعة من الشباب. لما كبر قرر انه يعمل مبادرة سماها فريق الأبطال، ووسع دائرة اهتمامه الى جانب الأطفال المصابين بالسرطان. بدأ يساعد الأيتام. مش بس كده، ده عمل إيفنتات دمج فيها أطفال الكانسر مع الأطفال الأيتام علشان يدخل البهجة لقلوبهم. تعالوا نحييه ونشكره ونقول له كتر ألف خيرك على مبادرته الإنسانية العظيمة دي. ابني عنده كانسر، فهم دايما بيعملوا حفلات للاولاد وكده يعني. فمستر عبد الرحمن كان قايل لنا وعشان قلت يغير جو شويه، طبعا ما بقاش يخرج زي الاول، وهو بيبقى فرحان وبيبقى عايز يخرج. لما بتيجي يوم زي ده بتبقى فرحانه ومبسوطه، ولما بتكون قاعده في البيت بتبقى زعلانه، تقولي ماما نزليني انا عايزه اشوف اصحابي اللي بتعالج معاهم. احنا جايين النهارده نرسم البسمه على وشوش اطفال السرطان، وعشان يعني ندمج ما بين اطفال السرطان والاطفال العاديين، ويعني يعتبر نخرجهم من المود اللي هم فيه اصلا، سواء المستشفيات او السرير او التعب اللي هم بيعانوا منه. الهدف احنا كنا بنحب ان احنا نلعب الولاد، نضيع لهم تفكيرهم من المرض. لقينا ان هم اختلطهم ببعضهم بس كده، حبينا نشتركهم مع الناس معانا احنا ونطلع بره نفرحهم. مشاركتهم الاول كنا واخدينها كحاجه بنعملها روتينيه، دلوقتي بقت معانا اسلوب حياه. علاء محمد مرسي الدمراوي، امتى بدات الرحله مع التمثيل؟ النصيحه دي من اب لطفل صغير، الكلام عليه كبير بس المعنى وصل له، انه بابا ما يزعلش مني، بس كان ده المعنى. كلمني عن ذكرياتك عن العمل الجميل. فجاه لقيت الاستاذ مروان الحليسي قدام، قال لي تعالى ايه المشهد الحلو اللي انت عملته ده؟ ولد انت موهوب. شافه عنده، شافه عنده فنان. المشاهد الصعبة في حياة علاء مرسي. علاء مرسي قبل الفن بيشتغل قهوجي في قهوة بالفجالة وصبي نقش. فيلم كنت هتقوم ببطولته وكنت بتعتبره حلم عمرك وضاع منك بعد ما راح لنجم تاني. كان محمد هنيدي. فيلم اسمه لو افترقنا. صدمة علاء مرسي في وفاة أحمد ابن زوجته. هو ابن زوجتي ولكن هو ابني. المشهد الخامس رحيل الفنان صديق علاء ولي الدين. ده خطة كبيرة كانت. رجعنا تاني في حوارنا مع الفنان الجميل علاء مرسي، حوار يتسم بالصدق والصراحة والجرأة والجراءة في نفس الوقت. دلوقتي فقرة اسمها واحد من اتنين، هقول لك اسمين تختار لي منهم اسم منهم جاهز ولازم ما تكونش دبلوماسي. هتختار اسم واحد من اسمين وما تكونش دبلوماسي. حلو. مين بيضحكك اكتر، محمد هنيدي ولا محمد سعد؟ محمد هنيدي. لو في فيلمين تشوف، فيلم لاحمد حلمي ولا فيلم لكريم عبد العزيز؟ كريم عبد العزيز طبعا. افضل من قدم دور الضابط، احمد السقا ولا امير كرارة؟ ولا واحد. بيعجبك مين اكتر، هشام ماجد ولا شيكو؟ الاثنين بعشقهم بس بحب هشام ماجد. مين الاكتر موهبه، محمد عادل امام ولا احمد صلاح السعدني؟ محمد عادل امام. مين الاكتر ذكاء، خالد النبوي ولا اياد نصار؟ خالد النبوي. فكره قلت ولا ما قلتش، دلوقتي هقولك عبارات وعاوز اعرف انت قلتها ولا لا. قلت ولا ما قلتش ان المجاملات ضيعت مستقبلي؟ صحيح، قلت دمرت لي حاجات كتيره في حياتي. قلت ولا ما قلتش الفن مهنه لا تعرف الوفاء ومش عاوز امد ايدي لحد علشان اشتغل؟ قلت طبعا.
لا تعلم في الوفاة، لأنه إحنا بنشوف أنماط من الفنانين العظام أساتذتنا اللي بيتقدم بيهم العمر وبتذهب عنهم الأضواء، قد إيه هم بيعانوا من عدم السؤال حتى. كتير أنماط كتير، ودي طبعا ما أعرفش حلها إيه. يعني أعتقد إن النقابة عندنا الدكتور أشرف زكي ده راجل أنا بديله تعظيم سلام، لأن هذا الرجل بيعمل حاجات عجيبة وبيرد على التليفونات في وقت غريب وبيسيب حاجات خاصة ليه هو عشان يجري في خدمة صحيح. الناس صحيح. ولكن أنا مش عارف يعمل إيه تاني، عشان ده لازم نلاقي لها حل. قلت ولا ما قلتش إن النحت خلاني ملياس سعر ورخص موهبتي؟ صح، ده صحيح. النحت معنى إنك تقبل إنك تعمل أي حاجة عشان أقرب أي قرشين عشان أنت تشتغل. النحت إنك أنت تنحت عشان تجامل صاحبك اللي هو عايزك تبقى واقف معاه وخلاص، مش شرط انت تتحط اسمك فين او تعمل ايه او كل ده. طبعا كان يعني تقدر تقول لي كام في المية من شغلك كان نحت؟ 50%. قلت ولا ما قلتش انا من اعظم الممثلين، لكن 5% فقط يحصلون على الملايين؟ صحيح، قلت انا موهبتي اعترف واحدث بما انعمه الله علي من ابداع انني من اعظم الممثلين موجودين موهبة على مستوى العالم. انا عندي موهبة عظيمة اعلمها اعلم عني، وهي مش تعالي مش بتفقها. انا بقى بقول ان انا عندي الموهبة اعلم القدرات ده، ولكن فكرة ان انا بقى لازم اخد الملايين مش شرط، لان الملايين دي تجارة. انا ممكن يبقى اعظم انا من الممثلين بس ما عندي ماليش سعر في البيع عادي، يعني ده شيء عادي يعني موجود في الشغلانة. في نجم يبيع وفي ممثل عظيم يمثل، مش شرط ياخد الفلوس دي، يعني ده ملهاش علاقة بدي. مش عشان انا عبقري ابقى اخد ده، مش انا عشان في نجوم ما بتعرفش تمثل ما عندوش موهبة ونجم كبير جدا، بس هو كده، هو ربنا مديله دي، ربنا مديله الحتة دي ولازم يبقى هو كده. زي مين؟ كتير يعني من النجوم اللي انا في وجهة نظر ان هو موهوب حضورا وذكاء بقوة، ذكاء بقوة واختيارات بقوة. احمد حلمي ذكي، ذكاء فني عظيم في اختياراته. لا مين نجوم هو مش نجوم او ما عرفوش يمثلوا بقى نجوم؟ الناس كتير قوي على فكرة. زي يعني هقول لك مثلا نبيل عبيد مثلا ما بتعرفش تمثل، نادية جندي ما بتعرفش تمثل، احمد حلمي ما بتعرفش تمثل، مين تاني يعني نجوم كتير، دره ما بتعرفش تمثل. انا لما بقول كده انا مش بأسيء ليهم، انا ده وجهة نظري، هما نجوم. انما انا ممكن اكلمك على ممثل بيخضني انا، محمد رمضان ايه؟ عظيم، ممثل مهم، موهوب، ده موهوب. دماغه بقى في حتة تانية، ده موضوع انا ماليش دعوة، يعني انا موهوب في التمثيل. هو بقى مصنف مطرب، ده موضوعه هو اللي اختاره فبقى نجم فيه، انما هو ممثل عظيم موهوب. انا اعتقد اللي انا بتخض امامهم في التمثيل احمد ادم، ده ممثل مهم، ممثل خطير، موهوب موهبة غير عادية. فين احمد ادم؟ فملهاش علاقة، وده لا ينقص من احمد ادم ولا ينقص من اللي مش موهوب. قلت ولا ما قلتش ان مفيش حد نمبر وان؟ طبعا، يعني فكرة محمد رمضان انا نمبر وان ده غلط، انت مش نمبر وان، مفيش حد نمبر وان، حتى الاستاذ عادل مش نمبر وان. الاستاذ عادل الزعيم، المهنة زعيم الشغلانة، هو النجم الوحيد اللي حافظ على نفسه ومازال وسيحافظ، ربنا يديله الصحة مدى الحياة. ده اختيار الله واختيار عقل، عرف يدير موهبته على مدار تاريخ ودراسة وعلم. يعني لو قلت لك رتب لي الاربعة دول بالترتيب على حسب تقييمك لهم كفنانين، عادل امام، محمود عبد العزيز، نور الشريف، احمد زكي، ترتبهم ازاي؟ عادل امام رقم واحد. اكثرهم موهبة رقم واحد. رقم اثنين اكثرهم موهبة بقوة وفراغ، بعديهم على طول الاستاذ احمد زكي، بعديه نور الشريف، محمود عبد العزيز في مستوى واحد، مستوى اجتهاد. يعني هقول لحضرتك على حاجة،
انا لما بقول ان في ممثل جاء من بيتهم ممثل، وفي ممثل جاء من بيتهم اتعلم التمثيل فينا كمتفرجين فبقى موهوب، نعرفها ازاي؟ اشوف بدايته واشوف دلوقتي عامل ايه. تعال نبص على الاستاذ محمود عبد العزيز في بدايته، اتدرج لحد ما بقى موهبه تطورت بقى تخض، يعني شوف اول دور لي واخر دور لي رحمه الله عليه يخض. نور الشريف كذلك. انا اللي انا بتكلم عن علم التمثيل، علم التمثيل عند عادل امام عجيب، ولكن في عند الاستاذ عادل امام ما خرجش منه لسه الى الان، خرج منه لحظات في فيلم غريب، في فيلم مع سعاد حسني الحب في زنزانة مثلا، خرج منه في الحريف، خرج منه في الغول، دي مناطق تدفق فيها الإبداع. الأستاذ أحمد زكي تدفق في تقليد عبد الحليم والسادات وعبد الناصر، ويعني راح لمنطقة فيها شوية محاكاة أكتر منها إبداع طازج. أستاذ نور وأستاذ محمود تدرجوا لحد ما أدونا شيء من عبقريتهم العظيمة رحمة الله عليهم. اللي ما تبقى منهم في أواخر عمرهم كان شيء يخض إبداعا. وفي بالترتيب أنا بتكلم نفس الترتيب، أستاذ عادل ثم الأستاذ أحمد زكي ثم الأساتذة أستاذ نور وأستاذ محمود. قلت ولا ما قلتش أنا ندمان على مشهد ماما حلوة فيلم عندليب الدقي؟ لانه حصرني. ندمت عليه ليه؟ ندمت انه حصرني برغم نجاحه الصارخ، ولكن هو كما لو اني ما عملتش حاجه غيره. ما هو في نجاح يكلبشك، نجاح يحصرك لحد ما اعمل حاجه، ان الشخصيه دي عارف اطلع منها بقى ما تبقى منها. ما تبقى منها كان لازم يحصل بعديها فيلم فورا او استكمالا ليها، ده ما حصلش، فاصبحت متعلقه. عارف نجاح معلق، نجاح صارخ يضر اكتر ما يعني الى ان تعمل حاجة في نفس القوة. فنندمت على هذا النجاح. يعني فكري رتبي اهم خمس ممثلين في تقييمك الشخصي. احمد ادم، محمود حميدة، محمد سعد، اياد نصار، افكرك باسماء، في كريم عبد العزيز، في طارق لطفي، في امير كرارة، في احمد السقا، في احمد عز. يعني ممكن من دول اخد كريم، كريم عبد العزيز، ولكن التانيين تقيلات. اللي انا قلتهم دول تقيلات في علم وفن التمثيل من الجيل الموجود. يعني في صلاح عبد الله. صلاح عبد الله طبعا ممثل مهم، ممثل مهم، برغم ان هو يبان لك انه نمط، ولكن هو ممثل مهم، ممثل مهم جدا، وهيطلع ولو في مخرج لا صلاح هيشع. قلت ولا ما قلتش ان السقا هو اللي بيرشح الممثلين اللي معاه في كل اعماله؟ انا قلت ان السقا بيبقى له كلمه فيها، بس هو مش بيرشح، لا يعني هو له كلمة انه يقول للممثل ده يجي او لا، ولكن اعتقد انه ما بتدخلش، يعني ولا هنيدي بيتدخل. يعني من عشرتي ليهم وشفتي ليهم مع ان ده مش صح احيان، يعني طالما انت تقود هذه المنظومة، انت تقود الفيلم ده وانت المركز الاساسي فيه، لابد انه تعرف مين الممثلين وتشوف. ما تبقاش ديكتاتور، لان في كلمه اخرى للمخرج وفي كلمه اخرى غصب عننا كلها للتوزيع، ولكن انت كبطل او كقائد لازم يبقى عندك كلمه فيها. اعتقد السقا يعني احيانا يبقى كده، انما مش دايما. حصل ده معاك؟ معايا انا السقا عمره ما رشحني في حاجه يعني خالص، يعني ما اشتغلتش. هل انت رشحت السقا فعلا في من الذي لا يحب فاطمه؟ كان اقتراح على الاستاذ احمد صقر، انه كان بيدور على حد شقي كده، وفرشحته هو ومحمد سعد، وانا كنت شايفهم كانوا بيشتغلوا في مسلسل مع الاستاذ فاضل،
مع الأستاذ محمد فاضل، وأنا قلت أساميهم وقلت محمد سعد برضو في نفس الفترة. ليه بيقال إن جواك زعل من السقة وإنك أنت مخصمه؟ بص أنا نكسته في لقاء، ولكن هو عشان هو ابن أصول وابن صلاح السقة وابن البيت الطيب، لقيت السقة تحت البيت هنا وقال لي أنا قلت لهم زعلك حالا احكم عليا، لو انا جبتك عرفت اجيبك، بس انا توحشني وعايز اشوفك. ما كانش زعل قد عارف في قمصة كده بتتقمصها من الناس انت بتحبها قوي، والسقة كان حبيب علاء ولي الدين جدا، كان علاء بيحبه جدا، لان اعرف علاء كان من القريبين جدا منه ويقول ده في غيابه، ومين اللي هو بيحبهم وبس. كان السقا من احد الناس اللي علاء كان بيعشقها، فتقريبا انا خدت من علاء الغيره على السقا، على الحب ده يعني، فبقيت انا برضو يعني يا سقا لو ما سالش علاء انا ازعل منك، انا فقلتها له علني. فجالي وقعدنا في رمضان يعني نتقابل تقريبا كل يوم وبس، وموضوع خلص. بمناسبة السقة برضو، بما اني اسمه ذكر في الحلقة، الحقيقة هو كان كلمني بعد حلقة كانت مع الصديق الفنان باسم سمرة. وبرضو للأمانة عشان الأمانة تقتضي، هو الحقيقة يمكن ما طلبش حق الرد، لكن قال لي بحكم انك انت اخويا الكبير، انا اقول النص الكلام اللي قاله لي، انا عايز اقول لك انا بنفي لك يا عمرو ان انا شلت او تدخلت في حذف اي مشاهد من باسم سمرة سواء في فيلم الجزيرة او في فيلم ابراهيم الابيض. فبما ان سيرته جت، الامانة تقتضي ان انا اقول برضو رد السقة، يمكن ما جاتش مناسبة ان انا اقول ان السقة كلمني وقال لي انا لم اتدخل وما حذفتش اي ادوار لباسم سمرة لا من هنا ولا من هنا، فقلت بما ان احنا جبنا سيرته طبعا لازم اقول اول رده. أنا اعتقد اللي هو قال لي انا وقال لي هو احلف لك على المصحف، قلت له انا مصدقك من غير ما تحلف، وانا واثق ان الكل كلكم يعني محتاجين تقعدوا مع بعض قد عشان الامور تبقى واضحه للكل. تركزوا مع بعض دي اللي انا ناديت بيها فتره، يا جماعه اتقابلوا تاني، شوفوا بعض تاني، قربوا من بعض تاني. احنا بننافس يعني، انا باخد قدوه من الاجيال اللي احنا العظماء اللي احنا لحقناهم. يعني انا كنت طول الوقت بشوف عند الاستاذ عادل جميع جيله، حتى اللي مختلف معاهم، حتى اللي كان بينافسهم. يعني في فتره كان الاستاذ بص على هي برضو اقدر اقول لك بمين محمود عبد العزيز وعادل امام مع حفظ الالقاب، هي اتصور ان هي برضو ازمات عمل. يعني اللي زعل محمود وانا كنت قريب منه الله يرحمه، من الاستاذ عادل ربنا يديله الصحه، موضوع رأفت الهجان طبعًا مثلا طبعًا. ان محمود كان هو اللي هيعمل رأفت الهجان في الاول، وبعدين فوجئ مره واحده انه هو بيقولوا له لا انت مش هتعمل رأفت الهجان، كلموا الاستاذ وحيد حامد صحيح وقالوا تعالى هتعمل فوازير بالظبط، فمحمود ليلة وليلة. محمود زعل وقال لهم فوازير اللي عملها، وبعدين فوجئ بعد كده بيكلموه تاني تعال اعمل رأفة الهجان، وكلموه في يعني فقال لهم وانا يعني زعلان، يعني كان غاضب وكان زعله من الاستاذ عادل ان هو يعني كان عارف ان محمود مرشح قبله وما استأذنوش زي يمكن مهندي عمل معاك لما بالظبط. فبتبقى حساسيات اعمال بالظبط مش حساسيات شخصيه، لكن بتخلق مشكله. وانا يمكن عشان كنت مساعد المخرج في رأفت الهجان فانا عارف التفاصيل بالزبط. فبحكيها يمكن بالزبط. بقولها لك كده يعني عشان كده انا استاذ عمرو انا بقول انه السقا وباسم الاثنين على قدر من الانسانيه عاليه جدا صحيح. اعتقد انه اللي بينهم هي مجرد نقل كلمات كلام، مش سقى مستحيل يتدخل فيه. يموت وتأسف على عمله فيك حصل؟ حصل. مين المؤزة ده؟ رحمة الله عليه الأستاذ محمد حسن رمزي. كان عمل فيك ايه؟ ما هو كان بسبب موقف الفيلم الغريب ده، وبسبب انه عطلت كتير، فقبل ما يتوفى رحمة الله عليه هو كان انسان مهذب جدا كلمني
اخبارك ايه؟ وحشني، عامل ايه؟ ادعي لي، انا مسافر وتعبان. قلت له الف سلام عليك يا استاذنا وترجع بالسلامه. قال لي انا عايزك تسامحني، انا عمري ما وقفت جنبك، ويمكن كنت في وقت شفت حاجات بتلخبط معاك وانا سكت، ولكن انا بتمنى لك التوفيق وانت عارف رايي. قلت له انسى كل ده، انت في يكفيني انك بتكلمني وانا بحب هذا الرجل ورحمه الله عليه. يعني هو كان راجل مهذب جدا. صحيح. وان هو يكفي ان هو يكلمني اساسا، ده شيء عظيم بالنسبه لي. قلت ولا ما قلتش حياتي الفنيه اثرت سلبا على حياتي الشخصيه؟ طبعا مش مهتم بال، يعني ما بخرجش الولاد، ما بعملش، يعني في فروض او 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 حاجات اجتماعيه حياتيه لازم الراجل يعملها، ان يخرج ولاده ويفسح الزوجه يعمل مش عارف. انا ما بعملش حاجه من دي خالص، انا ما بعملش حاجه دي. حتى لو انا فاضي، عندي مشكله انه انا قليل الخروج، وده بحكم تركيبتي. انا بحب زي ما يقولوا الكنبه، بقعد افكر، اتفرج على كتير، اقرا كتير. ففي بحكم مهنتي دي انا شويه بعدت عن الاسره، ان انا اقوم بالواجب على اكمل وجه. ولكن هم شيء غالي عندي جدا، بس انا يعني طول الوقت بعتذر لهم عن ده، وهم خلاص تعودوا عرفوا. يعني انت قلت ولا ما قلتش انك مش هتظهر تاني بعد كده كضيف شرف؟ اه. والحاجه العجيبه بقى ان يوم ما قلت كده جالي حد كلمني في فيلم وبتاع، فبقول له ايه؟ قال لي ضيف شرف. افلسك يعني انا خدت قرار. عشان الفلوس كنت بتعملها؟ لا، عشان انا اصحابي، عشان بتكسف ان اقول له لا. يعني اما صاحبك يقول لك انا محتاج معايا في مشهد بس، فبضطر اروح عشان هو ما يزعلش، او اقف معاه. فانا خلاص يعني، لان ضيف شرف ما بياخدوش فلوس على فكره. يعني في حاجات ضيف شرف عملتها ما خدتش ولا مليم. يعني ما بتكلمش في الفلوس. انا تقريبا في اعمال كتير جدا اشتغلتها ببلاش لمجرد انه هي تخص حد، يعني صاحبي، او انه مش مستاهل اخد منهم حتى فلوس. حتى لو انت محتاج فلوس؟ حتى لو محتاج والله ما بطلبش. قلت ولا ما قلتش كنت هخرج مسرحيه لمحمد نجم بس ما لحقتش لان هو مات؟ في مسرحيه تاليف وانتاج صديق ليا من الكويت، استاذ ايمن الحبيل، وهو من احد المؤلفين المهمين في الخليج، صديقي يعني، ما جاب لي روايه وقال لي انا عايز استاذ محمد نجم. ورحت انا قعدت مع استاذ نجم، طبعا قاعده ضاحكه مستمره بشكل عجيب جدا في بيته، وكان اياميها الكورونا شويه يعني بتعمل، فكان تقريبا هو مقعدنا على السلم يعني بعيد جدا، وفتح الباب وفتح الشبابيك وقعد، وكان عنده توجس من الكورونا. وبدانا نتكلم معاه عن المسرحيه، وقرينا له المسرحيه وعجبوه وقال يلا. وكنت هبدا بروفات ولكن توفى الله رحمه الله عليه. وانا كان بقى لي الشرف ان اشتغل مع هذا الرجل، اللي هذا الرجل انت تعرف ان انا وعلاء ولي الدين وهنيدي واشرف عبائي واحمد ادم يوميا كان لازم نقف في الكواليس نبص على الاستاذ محمد نجم لو عايزين ننبسط ونضحك، فنروح هناك عشان نضحك ونمشي. هو بالنسبه لنا كان بسمه كبيره جدا. الله يرحمه، رحمه الله عليه. قلت ولا ما قلتش ان تجربه اشرف عبد الباقي في المسرح ما كانتش كويسه؟ لا، أنا قلت ان هي تجربه لاشرف ان يعملها يعمل فكره مسرح ويرجع الناس المسرح ويخلق شباب جداد، شيء عظيم جدا نحسبه لاشرف. يتبقى ايه الموضوع؟ اشرف رد على الكل بجمله، انا بعمل اللا موضوع، احنا بنضحك بس يا جماعه للي بدون هدف، وهل ده غلط؟ من غير ما نعتدي على الاسره بالفاظ او هل ده غلط؟ لا يا اشرف، ده موجود في علم الدراما، موجود المنهج ده، منهج انك انت الضحك للضحك وشكل تمام، خلاص دي رساله، شكرا يا اشرف. ولكن هذه المدرسة أنا أعتقد أن أنا لا أنتمي ليها، إنما ما أقدرش أنكر. فأنا قلت بس ملحوظة في الموضوع، مدرسة الضحك للضحك، الضحك للضحك، ودي مدرسة موجودة. أنا ما أقول لك كنا بنروح لمحمد نجم عشان الضحك للضحك. فهو أشرف مدبوليزم، أشرف تربى في حضن الأستاذ عبد المنعم مدبولي، طلع من تحته، وده يعني ناس كتير ما تعرفش أن أشرف تعلم كيف يدير بدماغ الاستاذ الراحل استاذ عبد المنعم مدبولي، نفس الاداره، وهو اتربى على نفس المنهج، حتى في طريقه اخراجه،
طريقه توجيهه نفس المنهج، لان احنا كلنا اشتغلنا وسعادين مع الاستاذ عبد المنعم واشتغلنا، يعني كان لنا الشرف شفنا الاجيال العظيمه دي. ولكن اشرف احتك بهذا الرجل العظيم وخد منه حاله الهرتله الضحك كده اللطافه، ويعمل وخلق نجوم موجودين تقريبا هم النجوم الموجودين في الساحه، يعني سواء سينما او رايك فيهم ايه النجوم دول؟ عظماء، جيل جيل موجود. علي ربيع، فيديو. بص علي ربيع انا بحب اشوفه، بحب اتفرج عليه. عبد الرحمن، عبد الرحمن توت عظيم، كلهم على فكره كلهم ممثلين شاطرين، يعني طبعا هم متفاوتين، الموهبه متفاوته، ولكن اللي بارز منهم يعني توتا، مصطفى خاطر، مصطفى ممثل شاطر جدا طبعا، حمدي مرغني، حمدي المرغني اس مصطفى، توتا، علي ربيع، دول بارزين. دول اولا مواهب مهمه جدا، انا بدعو الكتاب يكتبوا لهم حاجه عظيمه تليق بالحضور بتاعهم وموهبتهم. احنا هيبقى عندنا فيلم كوميدي كويس، لانه هم يستاهلوا، لان هم نجوم في البيع، في التسويق، في البيع بيبيعوا كويس، محدش بيبيع زيهم. مين اهم خمس ممثلات دلوقتي في نظرك في الجيل الجديد؟ في الجيل الجديد طبعا العظيمه منى زكي، يسرى، انا طول الوقت بعتبرها موجوده في كل الاجيال، زينه، مش عشان انا اشتغلت معاها، لا، زينه اما قربت منها لقيت في موهبه مهمه محتاجه مخرج يديرها كويس، فهي مهمه. في ممثله بنت حنان، طبعا طبعا هي حنان عظيمة. دنيا سمير غانم ممثلة مهمة، بس يعني هم بيزقوها على الكوميدي طول الوقت، ممكن تبقي تاخدي في المكان ده، بس هي ممثلة عندها عائشة بن أحمد. شوف أنا قلت اسم الناس هتستغربني. بص يا أستاذي، هذه الممثلة عندها موهبة سهل ممتنع، ممثلة مهمة للغاية. طب أنا ليه قلت كده؟ أنا لما جيت اشتغلت معاها في حاجة أنا أول مرة أشوفها، فلقيتها قدام بعد الأكشن الشخصية، قبل الأكشن عائشة بن أحمد البنوتة الساكتة اللي عاملة، وكنت بشوف ده البريق في العين في الأداء. وبعدين شفتها في عمل قريب على أحد المنصات، عملت لحظة صعبة، عارف لما تحس ان الممثل عنده عين بتقول حاجة والرياكشن والجسد بيقول حاجة تانية. الممثلة دي مهمة جدا. قلت ولا ما قلتش فكرت اعمل فيلم تاريخي بطولة انطونيو بندريدس وافق؟ فيلم اسمه الفارس، عن قصة خالد بن الوليد، حياة سيدنا خالد بن الوليد. وكان ده مشروع كان بيني وبين الأستاذ الصديق مازن الجبلي المخرج، ورحنا لرجل أعمال من الإمارات واقتنع بالموضوع، وكانت الفكرة اللي هي فكرة انتظار جودو. انتظار جودو، احنا في انتظار جودو جميعا، في انتظار ظهور الفارس، حتى في العقائد الدينية في انتظار الفارس، في انتظار المخلص، في انتظار سيدنا المهدي، في انتظار سيدنا عيسى، في انتظار، يعني في طول الوقت البشر في انتظار مخلص. فكانت الفكرة نحن في انتظار خالد بن الوليد آخر يطلع مننا. هل في، هل صعب؟ لا مش صعب، هيطلع موجود. فكانت ده المحتوى الموضوع. فقلنا قصة حياة سيدنا خالد بن الوليد، هنقرب من البيت، من لحظة الولادة، من الإشعاع، إزاي فكر، تردده، لحظات انكساره كبشر، لحظات علاقته بالروحانيات مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإزاي هو كان أصل الناس دي في منطقة ما حدش بيدخلها لما بنتكلم فيها في المسلسلات الأعمال الدينية، ما بنتكلمش عن الروحانيات. ما كان يربط صحابة رسول الله ومن هي الروحانيات، الحب على فكرة، الحب بس،
بس الحب. هو سيدنا أبو بكر إيه غير حب؟ فسيدنا خالد بن الوليد كان حب بس من نوع آخر مختلف. فهذا الحب، الشحنة الحب دي هي اللي خلته لحد ما قال أنا مش عايز أموت، ولا أنا هنا فجراء على السرير، كنت هموت على الحصان بقى. فكرة هذا الفارس، احنا قلنا تخيلنا أن هناك خالدا آخر سيأتي يوما ما ليحررنا احنا من حاجات كتيرة جدا. والقضية ما كانش قضية ان هي الحرب القادمة او فكرة استقرار. فالراجل المنتج ده طبعا انا ما حكيت لنوش ده، قلنا له احنا هنعمل خالد مريد وهنبني مكة وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنسافر كذا وهنعمل كذا وكذا، وعايزين نجم عالمي هو اللي يعمله. فقال احمد السقا، قلنا تمام احمد السقا مرحلة، عايزين حد تاني كمان. فاتكلمنا في انطونيو مديرس، استاذ مازن من الناس اللي عندها طموح عجيب جدا. فاقول له انطونيو مديرس، فلاقيه بيتواصل معاه على ايميل، يعني هو عنده قدره عجيبه جدا، بيعمل حاجات غريبه وبيكلم ناس في امريكا وفي هوليود وبيعمل وبيتكلم، عنده جرأه. يعني انا ما تقول لي انطونيو مديرس اكلمه ازاي، انا ما في شركه تبعه لازم تجعل. هو وصل ليهم وبعت الملخص والراجل رده وقالوا اوكي. وبعد كده ما تمش هذا الموضوع، وكان حلما يعني مهم اتمنى ان يعود. انت اتجوزت مراتك بعد قصه حب ولا اتجوزتها لونات؟ والله اتجوزتها حب، لان انا بحب الحب. فانا لما قابلتها هي كانت خريجه معهد موسيقى ومش عايزه تنتمي للشغلانه، مش عايزه هي. اول ما تقابلنا حصل الحب، حصل الجواز، ورحت بيها لامي قلت لها الست دي هتجوزها. قالت لي بتحبها؟ عايزها هي بنت مين؟ قلت لها احبها وخلاص. انت موافقه؟ لو قلت لي لا مش هتجوزها، قلت اه هتجوزها، قالت لي لا اتجوز، اتجوزتها. في تصريح انا مش عارف انت قلته فعلا ولا لا، اه هو انك انت خنت زوجتك كثير وانها بتحبك اكتر منك. يعني مش معنى كده ما بحبهاش يعني اكتر. انت قلت انك انت خنت زوجتك كتير وانها بتحبك اكتر منك. لا انا قلت انا بحب الستات، قلت كده بحب الستات جدا يعني. لكن ما قلتش انك انت خنت مراتك كتير. لا ما قلتش، ما اقدرش انضرب بعلقه ما يعلم بها لربنا. يعني اذا كفايه البنتين بس يبصوا لي بصه واحده ما اقدرش ابص. ولكن انا بحب الستات يعني. انا دون جوان؟ لا خالص. انا المرأة في حياتي شيء عظيم. يعني أقول لك حاجة، يمكن ده سبب علاقتي بأمي. ما هو أنا مريض بأمي، فأي ست في الكون هتاخدني. في أشخاص كده، فأنا بحب الحب، بحب الست بفضل ربنا الحمد لله. لم يعني ما دخلتش في معاصي الحمد لله، ولكن بحب حتى من وأنا طالب في المعهد. يعني كنت بحب الحب المطلق، يعني بمشي في المعهد. ايوه بس رد فعل مراتك ايه علاء لما بتعرف غرامياتك اللي بتعملها من وراها؟ بداية طبعا، وتقول لي ما تقولش كده وبتعمل ليه كده، ولكن انا كنت بقول لها كل حاجه على فكره، لانه انا ما اقدرش، لان دي ست وقفت في ظهري في كل اللحظات. انت بتحب تقول لها ايه النهارده بقى على الهوا بعد صبرها عليك وعلى حكاياتك؟ بقول لها انا بحبك جدا وربنا يخليك ويحفظك ليا ولاولادك، وانت ست شلت كتير واستحملت كتير، وانا عارف كويس جدا منزلتي عندك، وعارف انك انت بتسامحي اكتر ما بتاخدي على خاطرك، لان انا بخاف هي لو خدت على خاطرها قوي انا اكيد هيحصل لي حاجات وحشه، فسامحيني على اي خطا. وانت عارف اتجوزت واحد فنان بيحب مجنون لاطش، هعمل ايه؟ هو كده قدرة. احكي لي بقى فنان حكاية حبك لميربت امين اللي استمرت 25 سنة. انا عاشق لهذه الست، بحبها جدا، لان هي بالنسبة لي مثل اعلى في الجمال الروحاني والاخلاق. انا قربت من الست دي، هذه الست تخجل من نفسها. الست دي طيبة الكون، قلب نقي جدا. فانا 25 سنة أنا بحب هذه الكائنة، بحبها. يعني أما تقول فكرت تعترف لها بحبك؟ قلت لها آه، ضحكت، جات لها كريزة ضحك، ضحكت جدا وقلت لها أنا كمان بحبك، أنت أخويا وحبيبي. طب أنت ممكن تعترف لها دلوقتي على الهوا على طول؟ أحبك جدا يا أستاذة ميرفت يا أمين، ربنا يخليك لينا ويحفظك يا أجمل قلب، وبقول لك أنت قمر وستظلي قمر وحبيبتنا كلنا، وأنا العاشق
يعني المستمر. انبسطت لما ابنك محمد استعان بيك في اول فيلم روائي قصير يخرجه في مشروع التخرج بتاعك؟ اولا كانت سعادتي لا توصف، بس ما بينتلوش، وعشان اديله احساس ان هو مخرج خلاص بيحط رجليه على الخطوات، بداية الخطوات، انبسطت جدا طبعا، وبتمنى له ان هو ان شاء الله يستعين بي في اول عمل احترافي كبير لي، لانه هو مخرج واعد بصرف النظر عنه ابني. انا رحت معاه الفيلم كان في مهرجان في اسكندريه للافلام، عمر عبد العزيز ومجموعه، ولقيتهم بيتكلموا عنه، عن الفيلم ده، فانبسطت جدا انه من غير واسطه، انه من غير ما تدخلي انه يحقق ده، ده حلم عندي كان، وده يمكن كان السبب اللي انا فرحني ان انا اشتغل معاه كمخرج مش كابني. فاتمنى له التوفيق يا رب. مش حاجه غريبه انك انت تقرا اشاعه وفاتك حوالي 6-7 مرات في فتره زمنيه قصيره؟ ده انا في تقريبا طول رمضان انا مت. طب بتحس بايه لما تسمع خبر زي ده؟ اولا انا بص بعيش التجربه اللي انا لو مت مش هشوفها، هشوفها وانا في العالم الاخر، مش عارف ازاي، لا انا ما اعرفش عنه حاجه، ولكن فكره انه ازاي الناس تترحم عليك في حياتك ده شيء عظيم. يا عم جزاك الله خير ان خليت الناس تقول الله يرحمه وارونا الفاتحه، ولكن هو شيء سخيف لانه بيخض. يعني انا منهم اشاعه، انا كنت برا مصر فلقيت بنتي فاطمه بتصل، عارفه لان هي لسه مكلماني، بس الجمله او الصوره خضتها. فانت ليه بتخض؟ ليه بتخض اهلنا؟ وليه بتعمل؟ احنا يا عمي اترحم علينا ماشي، انما ما تقولش خبر زي ده لانه مزعج جدا للاهل. ليا انا ما كانش مزعج، ولكن انا بخاف انه يبقى مزعج للاهل اللي حواليك. طبعا. بالمناسبه شو انا عرفت انك انت صورت مشهد جوه مقبره حقيقيه. دخلت مقبره حقيقيه. ما كنتش خايف؟ الساعه 12 بالليل انا والاخ محمد رياض، ولكن محمد دخل وكان معانا مصور ومعانا الكاميرا، وخرج محمد سابوني انا في المقبره الحقيقيه دي. فهموني ان المقبره دي نظيفه، الواد قال لي دي نظيفه يعني ما فيهاش حد دفن، وحطوا لي الكاميرا في عين، والمفروض انه بيقفلوا عليا وانا بقعد عافر، ففي كاميرا من تحت، وبعدين لما بفتح انا ده في كاميرا واخداني، فهم عايزين ياخدوا الجزء اللي من ورا من تحت. انا بعمل كده طبعا، انا ما بخافش، بس بخاف. يعني ايه؟ يعني بخاف لحته، بس مش لدرجه انك تقفل عليا التربه. يعني انا طبعا داخل، انا قعدت استني يا رب لطف بينا احنا نقعد هنا في الحته دي، دخلت بس انا بعمل شخصيه غير كده خالص. ده انا بعمل شخصيه واد حرامي اساسا، واد مخبي ذهب وفلوس في التربه، فلا يعني حرمه موتى ولا يقرا الفاتحه حد. فانا بعمل شخصيه لازم اعيشها كده، وانا مش عايزها كده، انا عايش علاء مرسي اللي خايف من التربه. والدنيا ضلمه وصمت، لاحظ الصمت، يلا يا استاذ حسني، واستاذ حسني حاضر يا علاء، يلا يا جماعه، عارف في حاجات كده التاتشات بتاعت اخواتنا بتوع الاضاءه، ما ايه هنجهز يا جماعه جاهزين، لا لحظه واحده، عارف هي كلمه لحظه واحده دي، فانا لحظه واحده دي جننتني. فانا قاعد فقلت يا رب يخلصوا بقى يا جماعه يا جماعه، فسمعت الصوت بيقول عايز حاجه يا استاذ علاء، بتون عجيب. صرخت صرخه وطلعت تاني، هو المساعد دخل جوه واستخبى ومحدش شافه، انا ما شفتوش. خرجته بقى، انت امتى دخلت وامتى؟ وبعدين ده تون تكلمني بيه واحنا في التربه بالليل الساعه 2 بالليل؟ والله يعني، بس انا يعني استاذ حسني صالح انا متعود منه على المغامرات العنيفه. قول لي رد فعلك ايه لما بتلاقي كومنتات قاسيه مكتوبه عنك على السوشيال ميديا؟ بشتمهم. كنت الاول ما ردش، اي حد بيشتمني بروح شتمه على طول، يشتمني امي مثلا ويشتمني انا بنفسي، فبروح شتمه فورا، فبيستغربوا جدا. مشكله السوشيال هي نعمه كبيره جدا، ولكن للاسف الشباب خدوها غلط، شغالين بيها غلط. بس انت مالكش ظهور كتير او تواجد على السوشيال ميديا زي الفنانين؟ لا 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 لا، ما بهتمش شويه يعني بالحكايه، لان بخاف ان المحتوى اللي المطلوب عشان اظهر قوي لازم اعمل حاجات غريبه، وانا بعملهاش. انا ممكن اظهر ساعه نجاح حاجه، يعني في نجاح المسلسل بتاع ليلى واللي فيها ده، انا دخلت بقى وقعدت اطلع في السوشيال بتاع، لان عايز
بس انت عملت حاجه غريبه جدا، عملت فيديو غريب جدا. عملت انا، بص انا طلعت اتكلمت كلام غريب جدا ومفاجئ. ولكن انا بنزل، اما بنزل صوره بنزلها غلط، ما دي حرفيه انا مش شاطر فيها. بس كل الفنانين اصحابنا اللي عندهم سوشيال قويه اعتقد مش هم، لان انا عارفهم عندهم ادمنز يعني. ما انا عارف هنيدي بيتكلم ازاي على تويتر، فانا عارف امتى التويته دي بتاعت هنيدي فعلا ودي مش، لا مش ده هنيدي ما يقولش كده. حصل وتعرضت للسرقه من حد ثبتك في الشارع؟ في مشروع كده كان طلع في دماغي فتره ان انا انزل المحافظات اجيب مواهب وادربها واعملها، عملت مشروع عظيم جدا كده. كان بعد 2011 بشويه كده، الدنيا كانت هيصه، وانا نزلت ادور على المواهب واجيب العيال اللي هي في الشارع واللي في القصور الثقافه واللي مش لاقين حد يحتضنهم. فانا ماشي معايا مصور شاب صغير كده. ثبتوك ازاي بقى؟ واد اسمه سيد فجاه لقيته بيثبتني عند الدائري كده، ايه ده والكاميرا وبتاع، ايه ده فنان، لا ده الليله دول بتاع. فانا قلت له انت هتضرب بالمطوه، اضرب بسرعه يا ما تقعدش تخوفني، يا تضرب يا ما تضربش، انت عايز ايه؟ قال لي انت بتعمل ايه هنا؟ عايز، قلت له عايز فلوس، عايز فضل فلوس، عايز ايه؟ قال انا انتوا فنانين وعايشين والباقي، وقعد يتكلم كلام فاضي. قلت له انا ماشي عشانك بجيب مواهب واعمل. قال لي طب ما انا بقول شعر. قلت له انت بتقول شعر؟ قال لي بقول شعر. قلت له طب سمعني الشعر. فسمعني الشعر، قلت له حلو جدا انت موهوب على فكره، بقى تعالى معايا في الفرق بجد. قلت له بيدوا فلوس؟ هو طبعا ما بديش انا فلوس، انا بدرب، لا باخد فلوس ولا بدي فلوس، بس بدرب وبصورهم. وخدته في الفرقه فعلا؟ وجه في الفرقه طبعا، سرق الموبايلات بتاعت العيال في الاول بروفا، بس هو في الاخر اتقوم وما وموجود سيد بيشتغل مش حرامي خلاص، هو شاعر عظيم وبيعمل شعر. هل صحيح انك انت كنت عضو في مجلس اداره مستشفى الخنكه؟ بص جالي تليفون مره من دكتور مدير مستشفى الخنكه، اتقابلنا في احتفاليه للاطباء النفسيين، كانوا عاملين مؤتمر في احد الفنادق يعني، وقابلت هذا الطبيب واداني الكارت بتاعه، انا مدير مستشفى الخنكه. فقلت له اهلا وسهلا، ده انا عندي فكره فيلم، وحكيت له فكره كده. فقال لي ده حلو جدا، انا ممكن اساعدك. قلت له عايز الشكل العلمي والطبي نتكلم فيه. تمام. واتقابلنا فعنده هو في منطقه الشيخ زايد، منطقه يعني مكان المستشفى يعني. وبعدين قال لي بص انا عايز صوره بطاقتك، عشان احنا بيبقى في كل مجال في مجلس الاداره 2 اعضاء شرف، فانت وحد من اعضاء مجلس النواب يعني. فنعمل ايه؟ عضو في مجلس اداره مستشفى الخنكه. قلت له يعني انت بص اصبت الحقيقه يعني، ده ما شاء الله يعني، انت اختيارك موفق يا دكتور. هل من قعدتي معاك صدمه يعني، انت سكنتني في كده ولا ايه؟ قال لي لا، عشان انت مهتم بالجانب النفسي بس. ورحت فعلا اجتماع في المستشفى وشفت حالات. طبعا انا ايام ما كنا في المعهد كان استاذنا العظيم استاذ حسين عبد القادر، كان استاذ علم نفس عظيم طبعا، استاذي كمان. وانا كنت بحب هذا الرجل جدا، وهو كان بيحبني جدا، وكان بيبص لي بصات غريبه، فاقول هو انا شايف حاجه يعني. فمره قال لي، قلت له انا عايز اجي المستشفى، فقال احنا في تدريب عملي ممكن تيجوا تشوف. فرحت مره معاه، بس رحنا العباسيه. انا رحت الخنكه دي واجتمعت بيهم في مجلس اداره، وعملوا حاجه بيعملوا نشاط رياضي وبيعملوا نشاط مسرحي. لكن انت شخصيا عمرك ما رحت دكتور نفساني؟ لا، بس انا لو يعني ممكن اروح، بس انا رحت لحاجه بقى. بص في علم التصوف اكتشفت ان علم التصوف ده لو انت تتعمق فيه، انت بتروح لشيخك اللي هو الدكتور النفساني. احنا كلنا محتاجين تقويم نفس، النفس بايظه فيها لخبطه، مش العقل. الحمد لله ربنا اعطانا العقل ولم يزل. انت صوفي؟ انا صوفي. مين شيخك؟ شيخي سيدي الحبيب عمر بن حفيظ، وهو من علماء هذه الارض وعلماء، عالم كبير في حضرموت، وتتلمذت على ايدين الحبيب علي الجفري. وشيخنا الكبير اكبر هو السيد ابو بكر العدلي رحمه الله عليه، توفي هو من شهور.
وسيدنا الشيخ عبد القادر الثقاف وهؤلاء الأسامي يعلموهم كويس جدا علماء الأزهر والأقطاب الكبار وعلماء الأمة يعلموا قدر الناس الأسامي اللي أنا بقولها دي. الناس دي أنا عشرتهم وحد فيهم لا قال لي ما صلتش ليه أنت عادي، بس قالها لي بطريقة تانية أعنف من أن يقولها لي لفظا، قالها لي بابتسامة عتاب، فجسمي أشعر منه فزعلت من نفسي فقمت ورحت متوضي مصلي. قال لي لوم على غيبة عملتها في حد أو اختبت حد أو نميت على حد أو كذا، يرمي لي بس نظرة، فدول مربيين بالنظرة وبالعلم وبسقيك كده فبيعالجنا نفسيا، فاعتبر ان دول انا معالجين نفسيين. معالجين نفسيين. في اعمال ليك ايه في رمضان الجاي؟ الى الان لا، انا عندي مسلسل بصوره اسمه الونش مع محمد رجب. شخصية برضو غريبة جدا بس دمها خفيف المرة دي. يعني شخصية خبيثة بس دمها خفيف، بس ولكن ما فيش عمل محدد لسه في رمضان. شايف ان اجرك دلوقتي يتناسب مع تاريخك؟ لا خالص طبعا، بس هو انا اعتبر ان طالما انا ما ببعش يبقى ماليش اجر، اخد اللي ما يتفق عليه، انما طالما انا الموزع ما بيقولش للمنتج هتلينا علاء مرسي، فبالتالي علاء مرسي ده يساوي 5 قروش هيبيعوهم، طالما هو مش في الحته دي يبقى الاجر على حسب العرض والطلب. مين اكتر حد سبب لك اذى في الوسط الفني؟ علاء مرسي طبعا اول واحد. انا بالمجاملات، بعدم الاداره، التفكير في 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 في, في الشغلانه بشكل كويس. انا اذيت علاء بان انا ما اهتمتش بعلاء الفنان. فكره انك تعيش في الشغلانه دي هليه اللي كده ده مش مطلوب، لان هي شغلانه الانا، لازم اكون انا اول واحد، لازم انا فين اسمي. طيب انت ليه وصفت نفسك ان الموهوب الموهوم؟ موهوب لان انا موهوب بموهبه، وموهوم بان انا موجود في مكاني. يعني المهنه غير الموهبه، انا موهوم بالمهنه، مش موجود فيها، مش موجود بمقاييسها الى الان. اتمنى ان انا خلاص، يعني طالما قلت انا كده وصرحت ده يبقى انا وعيت المرض فين، فبحاول اعالجه بقى الفتره الجايه. بس التجربه اثبتت لما عملت مسلسل اخير نجح، رجعنا رجعت هي الفكره كده. الفكره بقى ان انا في الانتظار الشخصيه اللي انا اهتم بيها بقى واركز بيها وادخل بيها تاني. عايز اسالك، انت ازاي بتضحك وبتضحكنا وعيونك مليانه حزن كده يا علاء؟ صح. انا اقول لك حاجه، انا يعني انا اقول لك، الرسول عليه الصلاه والسلام كان اكثر الناس هما بنا. العين تعبر عما في القلب. قلبك اكيد حزين من حاجات كتيره جدا، لان القلب هو اللي بيتحمل ضغوط الحياه، هو اللي بيتحمل انكساراتك. حتى ساعات القلب ما بيتحملش انتصاراتك العظيمه اللي مفاجاه، فبيضعف فيبكي فيها، يعني من كتر الفرح تبكي. فانا عندي الدموع بتطلع من قلبي، ولكن مش ذنب الناس ان انا ابين لهم ده، بس انا عيني بتعبر طول الوقت، يعني هي اللي بترمي، واحيانا انا برمي عيني في الارض عشان ما حدش يشوفها، لان اللي جوايا بيطلع. انا بحزن على، انا ساعات احزن على، احزن من جوايا على ميعاد انا بوظته، على ان انا ما جبرتش بخاطر فلان. بيحصل لي حاجات، مش هقول انا مثالي، ولكن انا اتربيت كده، ربيت على كده، دربت على كده. الفنان جوايا سهل جدا انه يبكي، وصعب انه يضحك. اللي بيضحك على مش الفنان الجوايا، الفنان الجوايا دائما حزين، لانه الفن والابداع لا يخرج الا بالدموع مش بالضحك. نفسك فيه؟ نفسي في الستر من الله سبحانه وتعالى، نفسي في الستر ليا ولولادي ولزوجتي ولكل اي حد عيني جت عليه بتمنى له من الله الستر والرضا. ربنا يسترك. امين يا رب العالمين.
أنا سعيد بالحوار معك. أنت واحد من الناس الجمال صادقين جدا مع نفسهم الحمد لله مع الناس الحمد لله. بشكرك جدا على الحوار ده. ده أنا شاكر ليك يا دكتور وأنت شرفتني، وأنا الحمد لله إن أنا يعني لحقت أطلع في واحد من الناس وأبقى واحد من الناس، أعبر عن واحد من الناس اسمه علاء مرسي، ويتمنى لكل الناس يا رب الخير. كان معاكم الفنان الكبير علاء مرسي في واحد من الناس.